اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم ويعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا ضلت تزول عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاما وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم باسط ذراعي بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملأت منهم رعبا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذا الى المدينه فلينظروا ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا اما من يظهر عليكم يرجمكم ويعدكم بملتهم ولن تفلحوا ابدا ابدا. الله ابدا يا قداره. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سابعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون لا قليل ولا تماروا فيهم الأمر الظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا.